بسم الله الرحمن الرحيم. قصف عنيف يتعرض له أحياء دير الزور واحتراق منازل المدنيين في حي العمال. حسبي الله ونعم الوكيل. ها هي سحب الدخان ترتفع من حي العمال نتيجة القصف بالصواريخ وراجمات الصواريخ على أحياء مدينة دير الزور من قبل هذا النظام الحاقد الطائفي الذي يتعمد في قصف المدن الآمنة. هذا هو الرد على الشعب بالراجمات. حسبنا الله ونعم الوكيل. احتراق منازل المدنيين في حي العمال بسبب قصفها من قبل قوات النظام براجمات الصواريخ في حي العمال جاسم الفراتي من دير الزور.